الأيام تمتص العمر دما، غم يتبع الغم، مناها الطب وهما، والبرق طيف حالم، والدنيا ليل قاطم. قالت وطنت العزم، خفت مست ثوب الراب، تحدوها دقات الحب، صحت والشفا تما. غنوا المجد الآسي الآتي من أعلى، في دنيانا قد حلا، بالرفق جاء العالم كي يشفي بني آدم. قد فاض قلب الرب من مس ذيل الثوب، نقاها من دائها، راحت تشدو للمسيح بالتمجيد والتسبيح. بيتوخ قالوه عيلت، وقدم بمديلوخ سغدت، ملكوش ما يونو حاسولي خلدا أحطيت. ملكوش ما يونو حاصولا خلدا أحطينا له. صلاة وعلي مات المراه، قالوهن قابل قربونو خنت رحم علينا بصلوطو. الله معكم أخوتي. نحن بأحد شفاء المرأة المنزوفة منصلي مع بعضنا البعض على نية وطننا والعالم، حتى هالنزف يلي على كل الأصعدة عم خلينا نتألم، نطلب من الرب حتى هو يلمسنا مثل ما لمس ابن قائد هالمئة، مثل ما خلى المنزوفة تلمسه وتشفى، حتى تكون المبادرة منا كمؤمنين بهالإله الواحد حتى ننال نعمة الشفاء فرديا وجماعيا وعلى كل النوايا اللي بقلب كل واحد منا. نرفع هالذبيحة. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا ضابط الكون بقوتك، لقد قلت للشعب المزدحم: إن قوة خرجت مني. ثم قلت للمنزوفة التي شفيت بلمس ردائك: اذهبي يا ابنتي، إيمانك خلصك، نسألك أن تشفينا من كل خطيئة، فنقوم بطهارة أمامك طوال حياتنا، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي تحنن على البشر فأرسل ابنه الوحيد ليخلصه، وإلى الابن الوحيد الذي ضمد جراح البشر
وسكب عليها الدواء الشافي، وإلى الروح القدس المحيي الذي يقدس الملتجين إليه برخمو ربو الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وفي كل أيام حياتنا وإلى الأبد. آمين. أيها الأب القوي الضابط الكل، بأشباه شتى كلمت آباءنا منذ القديم، وفي ملء الأزمنة أرسلت إلينا ابنك الحبيب، وأخبرنا عنك بأقواله وآياته، وأوصانا بالمحبة، فشكر لك على ما أعطيتنا بابنك ربنا يسوع المسيح. نمجدك يا رب الخلاص والحياة القدوس العليم بقلوب محبي والشافي أوجاع الملتجين إليه. اشفنا كما شفى ابنك الوحيد المخلع والأعمى والمنزوفة والأعرج، وانشر الهدوء في نفوسنا كما هدى الأمواج الهائجة. نضرع إليك على عطر البخور من أجل جميع المتألمين، أسكب بلسم عزائك على قلوبهم واسهر عليهم بعينك الأبوية، فلا يحيد عن محبتك في محنهم وآلامهم. ارفع يمينك وبارك الأصحاء فيحل الفرح في قلوب الجميع برخمه ربون، ويرفع الحمد والمجد إليك أيها الآب وإلى ابنك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. من يخشاه جوق النور، الجوق اللهب لم يحرقها، إذ مسته ذات الأوصاب يخشى الرعب النورين، عند قربه ذات النسف لم يرعبها لثم ثوبه. نشكر حنانك أيها الطبيب محب البشر، لأنك ضمت جراحات الإنسانية المتألمة. اشفي المرضى وعز المحزونين، اقبل صلاتنا كما قبلت توسل المنزوفة. بارك اللهم جماعتنا المصلية التي تؤمن بك مخلصا وفاديا، وتنتظر يوم قيامتك المجيدة. لك المجد والشكر إلى الأبد. آمين. قديشات ألوه قديشات، حايلتون قديشات لمويوتو، اترحم علي.
قديشات له قديشات حيلتون قديشات لميوت اترحم علي قديشات له قديشات حيلتون قديشات لميوت اترحم علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين وسط جمع غفير مس ثوبه الطاهر آمنت بالقدير نالت حظها الوافر بالعماد لبسنا ربي ثوبك الطاهر بالإيمان خلصنا نلنا حظنا الوافر ربي يا من تقبل من خدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس برخمو ربو المجد لربنا السيد بولس والرسل والفحل بركة الله على القارئ وعلى السامعين على جميع المشاركين معنا من الآن وإلى الأبد. آمين. يا إخوتي، إن لي عليكم دالة كبيرة ولي بكم فخرا عظيما، ولقد امتلأت تعزية وأنا أفيض فرحا في ضيقنا كله، فإننا لما وصلنا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا متضايقين في كل شيء، صراع من الخارج وخوف من الداخل، لكن الله الذي يعزي المتواضعين عزانا بمجيء تيتوس، لا بمجيئه فحسب، بل أيضاً بالتعزية التي تعزاها بكم، وقد أخبرنا باشتياقكم إلينا وحزنكم وغيرتكم علي حتى إني ازددت فرحاً. وإذا كنت قد أحزنتكم برسالتي فلست نادماً على ذلك، مع أنني كنت قد ندمت لأني أرى أن تلك الرسالة ولو أحزنتكم إلى حين قد سببت لي فرحاً كثيراً، لا لأنكم حزنتم بل لأن حزنكم أدى بكم إلى التوبة، فقد حزنتم حزناً مرضياً لله كي لا تخسروا بسببنا في أي شيء، لأن الحزن المرضي لله يصنع توبة للخلاص لا ندم عليها، أما حزن العالم فيصنع موتاً. فانظروا حزنكم هذا المرضي لله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاعتذار، بل من الاستنكار، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الإصرار على العقاب، وقد أظهرتم أنفسكم في كل ذلك أنكم أبرياء من هذا الأمر، والتسبيح لله دائماً. ليعترف لك الشعوب يا الله، ليعترف لك الشعوب أجمعون هللويا أمام بشارة مخلص
الألسنة المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك لجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال لوقا البشير: لما عاد يسوع استقبله الجمع، لأنهم جميعهم كانوا ينتظرونه. وإذا برجل اسمه يائيروس كان رئيس المجمع، جاء فارتمى على قدمي يسوع وأخذ يتوسل إليه أن يدخل بيته، لأن له ابنة وحيدة عمرها نحو 12 سنة، قد أشرفت على الموت، وفيما هو ذاهب كان الجموع يزحمونه. وكانت امرأة مصابة بنزف دم منذ 12 سنة، ولم يقدر أحد أن يشفيها. دنت من وراء يسوع ولمست طرف ردائه، وفجأة وقف نزف دمها، فقال يسوع: من لمسني؟ وأنكر الجميع. فقال بطرس ومن معه: يا معلم، إن الجموع يزحمونك ويضايقونك. فقال يسوع: إن واحداً قد لمسني، فإني عرفت أن قوة قد خرجت مني. ورأت المرأة أن أمرها لم يخف عليه، فدنت مرتعدة وارتمت على قدميه وأعلنت أمام الشعب كله لماذا لمسته وكيف شفيت للحال. فقال لها يسوع: يا ابنتي، إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. وفيما هو يتكلم وصل واحد من دار رئيس المجمع يقول: ماتت ابنتك، فلا تزعج المعلم. وسمع يسوع فأجابه: لا تخف، يكفي أن تؤمن فتحيا ابنتك. ولما وصل إلى البيت لم يدع أحداً يدخل معه سوى بطرس ويوحنا ويعقوب وأبي الصبية وأمها، وكان الجميع يبكون عليها ويقرعون صدورهم. فقال: لا تبكوا، إنها لم تمت لكنها نائمة. فأخذوا يضحكون منه لعلمهم بأنها ماتت. أما هو فأمسك بيدها ونادى قائلاً: أيتها الصبية قومي. فعادت روحها إليها، وفجأة نهضت، ثم أمر بأن يطعموها، فدهش أبواها وأوصاهما يسوع ألا يخبر أحداً بما حدث. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح
باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. بهالصباح أخوتي نحن عم نقدس وعم نتأمل بإنجيل المرأة المنزوفة يلي بيخبرنا الإنجيل لوقا إنه هالمرأة تألمت كثيراً وأنفقت بإلنا كل ما تملك على الأطباء ولم تنتفع شيئاً، يعني هي رايحة للموت حتماً. نحن مدعوين أخوتي بهالأحد وبالأحد يلي مرق وبالأحد يلي جاي نتأمل بمكانة الإنسان قدام الرب وسط كل شيء عم بيصير حولنا. منلاقي إنه في لإلي ولإلك ولإلنا كلنا سوا مكان بقلب الله، وكمان مدعوين حتى نعلن فعل إيمان بالمسيح المخلص يلي إجا كرمال خلاص كل واحد منا وافتدانا. وبهالمسيرة يلي هي مسيرة زمن الصوم، نحن يلي عم نحاول نصوم ونصلي، والصوم يلي عم نجرب نقدمه مع هالجوع حتى نتغذى من كلمة الله يلي بتولد فينا حياة. كرمال هيك إذا قلنا عن هالإمرأة يلي إجت ولمست يسوع وبين كل الجموع هي يلي نالت الشفاء، وهالشي بيقلنا كتير أمور. بيقلنا إنه مكانتك ما حدا بياخدها، المهم تآمن ومنك رقم قدام الرب. كرمال هيك الرب أراد ورغب إنه هي تخبر ليلا إلك مكانتك، ومنه موضوع سرقة الإيمان، لأنه بدنا نعلن عن العمل الخلاصي اللي الرب عمله معنا وقدر يعمله مع كل إنسان. كرمال هيك وقت اللي بطرس بيقول له الجموع يسحبونك، عم تقول من لمسني، كان الرب بيرغب إنه هالمرأة تعلن إيمانها، وبيرغب يقلنا إنه وسط كل الجموع أنت إلك محل بقلبي، أنت إنسان خلقتك، عندك كرامتك ما حدا بيقدر ينتزعها منك، رغم كل شيء عم تشوفه عم تعيشه وعم تحسه، عليك ترجع وتلاقي مكانتك. نعم أخوتي بدنا نتأمل كمان بهالإيمان يلي الرب بيدعينا لإله، نؤمن إنه هو المخلص، لأنه هالمرأة بيقلنا الإنجيل لوقا أنفقت كل ما تملك على الأطباء ولم تنتفع شيئا. كل هالتعب يلي كان له 12 سنة، وهون بنحكي كمان نتأمل عن رقم 12، كل هالتعب يعني المرأة أنهكت وما حدا قدر يشفيها، وحده الرب للي قادر يشفي الأفراد والجماعات. بدنا نعمل فعل إيمان بأنه هو صانع المعجزات، وبذات الوقت الجماعة كمان بدها تكون جماعة مؤمنة وجماعة مصلية. هذا اللي رح نشوفه بأحد المخلع، وهذا يلي شفناه بالأحد الماضي مع المخلع. رح نشوف إنه إيمان الجماعة بالأحد الماضي هالأبرص آمن إنه إذا وصلوا لعند يسوع، يسوع قادر يشفيه. وهالمرأة ذات الشيء كرمال هيك التشديد على الإيمان
بيولد فينا حرارة تدفعنا لنقدر نعيش، يضل ماشي النبض بعروقنا ونضل نشهد ليسوع وين ما كنا. كرمال هيك اخوتي الرب اجا يلي لكل انسان حتى يعطيه حياة. هالصبية اللي عمرها 12 سنة مدعوة لتكون عم تعطي حياة بهالعمر، الله حط الإمكانية فيها إنه تقدر تعطي حياة لولد جديد. هيدي الصبية ماتت، وبيقولوا له ما تزعج المعلم ابنتك ماتت. وبذات الوقت هالإمرأة يلي لها 12 سنة عم تنزف كمان رايحة للموت. اثنيناتهم اللي يقولوا لنا إنه مع الرب في حياة. المرأة آمنت إذا بتلمسه ونالت الشفاء. الصبية اللي ماتت إجا الرب هو مسكها بإيدها لمسها. هاللمسة لتقلنا إنه إلهنا حي، إلهنا حاضر. علينا إما نحن نلمسه أو نسمح له يلمسنا. طبعاً هالمرأة يلي نزفت نشوف وسرقت الشفاء، نشوف الرب إرادته من أعلى الصليب نزف، بس كان أعلمنا سابقاً وقالنا خذوا اشربوا منه جميعكم، هذا هو دمي ليلة يلي أسلم ذاته فيها. هو يلي قالنا حياتي ما حدا بيقدر ياخدها مني، أنا عندي سلطان ابزلها، عندي سلطان استعيدها. كرمال هيك هو يلي على الصليب قدم لنا الحياة. جئت لتكون لكم الحياة بقلنا وتكون وافرة. الدعوة لقلنا أخوتي اليوم حتى نجي لعند يسوع ونآمن أنه هو المخلص، ونآمن أنه مكانتنا بعناية. نحن كريمين، كريم في عيني الرب. وهالألم يلي عم يشهده مجتمعنا اليوم والعالم بأسره بيدعينا حتى نرجع للرب ونقول له أنت قادر أنك تشفينا، مثل ما قال له الأبرص فأنت قادر أن تطهرني. بدنا نقول له أنت قادر يا رب أنه تزيل هالشدة عنا من خلال يلي منحتنا إياه، هالعقل للبشرية، هالحكمة للأطباء حتى يشتغلوا من أجل خير الإنسان وخلاص الإنسان. نحن يا رب نرفع لك الصلاة من أجل كل إنسان موجوع وعم يتألم حتى تشفيه، كل يلي موجودين بغرف العناية، كل المتألمين، وكل يلي عم يطلبوا إنك تشفيهم. من إلك أنت قادر. أعطينا نحن يا رب دورنا نعمل فعل إيمان، حتى مع صاحب المزمور نرجع نردد ونقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. بهالرجاء يا رب نرفع لك الذبيحة اليوم مع كل يلي عم بيصلوا. أنت يلي قلت لنا عودوا إلي يا بني آدم وأنا أجبر كسركم. نعم يا رب نفوس كتير مكسورة، أنت قادر تعزيها، أنت قادر تعطيها يلي هي محتاجة لإله. أنت يلي قلت لنا كل الأشياء تزول وكلامي لا يزول. نحن منوثق أنك أنت إلهنا القادر تعطينا يلي منو قادر العالم يعطينا إياه، الشفاء الحقيقي لنفوسنا، حتى نعرف نتوب لإلك بهالزمن المقدس، ونعرف نطلب الملكوت. أنت يلي قلت لنا اطلبوا ملكوت الله أولاً وكل تلك الأشياء تزاد لكم. إلك المجد أيها الثالوث الأقدس من الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض
بكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي. أمين. يتلوت مد بحيد الوه والوت الوه دم حد تليوت وينو بصوغ الطيب وطوخ يعول البيت وخوصود بهايك لوت دي حلطخ موريو دبارين وبزادي قوتخ آلفين صلاة عليه طول مراد قالوهن قبل قربونو خنت رحام علين باصلو الموحي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذباح قوتا للبيعة هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم سيدة المعونات، ومار يوسف ومار مارون ومار شربل، والقديسة رفقة والقديس نعم طلّم، والشهداء الطباويين المسابكيين، والطباوي الأبي عوب الكبوش والأخ إصطفان النعمة. أذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا، إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. ندم الذبيحة يا رب من أجل كنيستك وكل يلي عم يشهدوا لألك من خلالها، من أجل كل المسؤولين بوطننا وبالعالم، من أجل كل المتألمين حتى تبلسم جراحهم وتشفيهم يا رب مثل ما شفيت المنزوفة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. اقبل يا واد التائبين بحنو حلمك وعذوب تاك البخور المقدم لك من المؤمنين ابناء بيعتك بأيدي أرباب الكهنوت لرضاك ربنا أراحت لاهوتك وكما قال
قبلت برأس الطور قربان إبراهيم خليلك، وشبه ما لذت لك طيوب هارون كاهن شعبك، يا لذ لك ربنا بخورنا وارضى عنا مولانا بوفور رحمتك. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا واهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي بالمسيح. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوسا مجدك العظيم هوشعنا في العلا في العلا هوشعنا في العلا. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم أود أقدم حاشودي لمعبد حي نساب اللحم بدا وقادي شوتو
وبارخ وقادش واقصو يا بالتلميدة وكدومار ساب أخول منه كل خول هونو دنيتاو فغرو الدين تحلوف يكون وحلوف ساقية ما تقسى وما تهاب حصو يتحوب والحاية ده العالم علمي آمين. وخانوا عالكوس ودمزغوا من حمر ومن مايو بارخ قادش يا بالتلميدة وكدومار سابشتا ومنه كل خون هونو دنيتا ودمو الديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشد ومتهب حصو يتحوب والحاية ده العالم علمي آمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطا بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا مرهبا ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين.
ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمانة لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، ومار بولس مطراننا وأبينا مارجي، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم سيدة المعونات، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وهن لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الأباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. آمين. نقربنا نحبنا نقاسنا نقرستيا ودي لحم وشما يوم فهرمين قصد فرقونو أبوت قشتوها برخد بحود أمراعي لخلونو قابل دحلو خيمي وتحاسب وكور بونو ساب من ايدي وتراو لولوتي خر لحوه تسعلي قدوم ربوتو. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب
لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الروف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي، من يتناول واقبل البركة من الرب. الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. ينظر كل واحد منا إلى الله. وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد وللحياة. أشرق النور على الأبرار، والفرح على مستقيم القلوب، يسوع ربنا المسيح أشرق لنا من حشاء أبيه، فجاء وأنقذنا من الظلمة، وبنوره الوهاج أنارنا. أشرق النور على الأبرار، والفرح على مستقيم. وأيضا بك يا رب نعترف، والتسبيح إليك نرفع،
لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. يا ابن الله يا من صمت كي تحيينا اسمع صوت الحب ارحمنا. يا فدينا أنت أمن العلوين والأرضين أمن جمع المؤمنين واهد الضالين يوم الحق يوم البر يوم حل عد يا خاطي لوث بالصوم تلقى الحل حر القلب كن في كرمي ربي عامل خذ دينارا واقبل منه الأجر الكامل رب الكرم جاء يبغي عمال بر كرم الرب قلب المرء وجدان حر صف القلب نق الروح رنم للحب خذه زادا واذهب واعمل في كرم الرب. نشكرك يا رب من أجل الإيمان يلي زرعته بنفوسنا، من أجل كل الأشخاص يلي عم تشهد لخلاصك لإلها، إن كان بهالمؤسسة الإعلامية أو بأي مؤسسة أخرى أو بأي مجال، إن كان بالطب أو بالخدمات الاجتماعية. نعم يا رب، الخلاص يلي قدمته اعطينا نكون شهود لإله حتى عالمنا يتأنسن أكثر، يكون أمين لهالدم يلي بذلته على صليبك. أنت يلي افتديتنا، افتديت العالم بأسره. أعطينا نجسد هالإيمان يلي تجلى بالمنزوف وبالأبرص وبالأعمى وبالمخلع، بكل يلي لمستن رحمتك يا رب، بكل يلي كان عندهم الإيمان والجرأة أن يجوا لعندك أنت المخلص، حتى نكون عم نشهد لإلك يا رب شهادة شكر حقيقية. ما يبقى إنسان مظلوم، ما يبقى إنسان متألم لوحده، لبل نتعاضد مع بعضنا البعض ونتكاتف. نعم يا رب، منصلي لك كمان ومنشكرك من أجل نعمة جسدك ودمك يلي عم تحرر كل إنسان آمن فيك وعم يشهد للحق، عم يسعى من أجل خلاص البشرية من الموقع يلي هو فيه، إن كان بكنيستك أو خارج هالكنيسة، ولكن مؤمن فيك إنك أنت حقيقة الإله الحقيقي وحدك، لك المجد أيها الثالوث الأقدس من الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها
من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. عليك السلام بلا ملل يا نجمة البحر والأمل، يا والدة ربي الأزل، وهي بتول لم تزل، صرت مدى الدهر أمنا وفضل حنانك عمنا، لذلك نلقي همنا عليك فنصبح في جزل، فلا تقطعي عنا الهبات حالا وفي وقت الممات، يا أمة معطينا الحياة بار البرايا من الأزل، عليك السلام البحر والأمل، يا والدة ربي الأزل، وهي بتول لم تزل.